فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت في الصف الثاني في الصلاة ثم حصلت فرجة في الصف الأول فتقدمت لأسدها، هل لي بذلك أجر أم علي إثم لأني جعلت هناك فرجة في الصف الذي خرجت منه؟ الأولى أن تثبت مكانك، وأن الصف اللي فيه الفرجة يتقاربون، أن الصف اللي فيه الفرجة يتقاربون ويسدونها هم، ولا تمشي أنت في أثناء الصلاة. وأيضا ستفتح فرجة في الصف الذي انتقلت منه، اثبت مكانك والصف اللي فيه الفرجة يتقاربون ويسدونها. نعم.